في التطورات الميدانية بقطاع غزة، استشهد وأصيب العشرة فجر اليوم في غارات صهيونية شمال مدينة رفح، كما قصفت طائرات الاحتلال خيام النازحين في دير البلح، فيما استهدفت مدفعيته بلدة القرار بخان يونس التي تشهد اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال. وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 9 مجازر خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحيتها 82 شهيدا و110 جرحى، مشيرة إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت الركام، لترتفع الحصيلة العدوان إلى أزيد من 32,000 شهيد وأكثر من 74,200 مصاب. يحدث هذا في وقت دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق في لقطات فيديو تظهر جريمة اغتيال وحشية نفذتها مسيرة إسرائيلية ضد 4 مدنيين في منطقة الحسكة، في حين حمل وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث الكيان الصهيوني مسؤولية عدم الوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، مشددا على ضرورة إزالة كافة العوائق أمام وصول المساعدات ووقف فوري لإطلاق النار.